يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام، يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي، انت لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي يا خالتي. ايه في ايه؟ عربية نقل كبيرة محملة زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحارة. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزة جامدة. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاية نزلت جريت مش عارفة في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقة حتة حتة. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا، تعال تعال يا سوكا. خدوني معاكم يا ولادي الحلال. نزلت كبيرة الضيق، لابسة جلابية سودا وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا. اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حارة الكرامة، والاجر والثواب عند الله يا ولاد الحلال. ست تايه بقى لنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها، ده ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي بتعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق هم، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيا واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. اللي لاقيها وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حاره الكرامه. اشوف اتصل ولا لسه؟ اجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت، اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا، ربما تكون تاهت منك. مش عارفه تراعيها. هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخي ابراهيم، ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه، انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبقى راضيه. هتحط رقم التليفون على الاتوبيسات؟ ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتي كان امك اتحمليها قد ايه بنت الناس؟ بقول لك ايه خي، فكك متجوز قبل الجبل ده دلوقتي خالص، انا همي قد المقطم. فين اللي مكفين؟ سمنت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتني وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوري، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي، اروح ادور عليها. ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا ذهب الجنه. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال، وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت أهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت، لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش هبت من هنا، غوري من هنا احسن، وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخاطئ من شويه. شوف شوف خلاص، خد يا حبيبي، صلي على النبي، خلاص صلي على النبي، خلاص صلي على النبي. ازيك يا هيما؟ وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض،
وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيت سيكوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك، أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مشرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله، ما أنا بقولك الدنيا أمان، وأنا كل شوية هكلم سلومة أشوفه فين، ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين، والليلة بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده أنا عاملة لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا وتكسر الشقة على اللي فيها، ومخبية ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى أنا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت أمك يا شطان، ضعيفة هيما ضعيفة. يا أهل المنطقة الكرام، طلبت مني الأخت كوريا عبد العاطي أن أناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنة الحجة سندس، ومن يجدها إن شاء الله له مكافأة مجزية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما أنا إلا أمين على هذه الأمانة. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. أقول لك يا أخت كوريا، أمر يا عم الشيخ. الأمر لله تبارك وتعالى. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع بشأن الأخ إبراهيم، بس أنا شايف في الوقت غير مناسب. أنا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك إن شاء الله. ماله إبراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير إن شاء الله، لا تقلقي. أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل. أنا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعي لنا أنت بس. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. انا عايزه ادلع، انا عايزه ادلع، انا عايزه ادلع على حسك يا ابو لمسه ايد بتقطعني. اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي، اصلك انت عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه. الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ هات شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك سوك. الو الو، هتكلم يا ابراهيم؟ بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزانا نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اسالوها فين. طب بقول لك ايه يا دسوك، انا في طالعه كده، ها اقول لها اي حوار لحد ما اجي لك، اوعى تهبل في الكلام.
صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوة إلا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول، ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل، لو احتاج نقل دم باتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت، بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام صاحبي بقى، انا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا إلهي إيه اللي مزاجها البعيدة؟ مش يلا ولا إيه؟ يلا.